السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الجزائر. اليوم الحصة تاعنا يعني وين إعلامي والناقد الرياضي حسين جنان دخل في الطول والعرض في مقدم برنامج علاش قالوا علاش نكذبوا على روحنا وحنا يا موريتانيا بهدلتنا بهدلونا مع العرب. يعني ما نقولوش المغرب، يعني الناس كاين اللي قال المغرب مزحكوا علينا. لا لا، روح شوف، روح المغرب يضحك عليك. المغرب راه مكاني في المغرب، انت يضحك عليك لا يضحك عليك. المغرب العبدوني في نار انت لا يضحك عليك. المغرب يضحك على دروك على السنغال، يضحك على اللي راهم معاه. انت تضحك عليك موريتانيا، انت غير مع موريتانيا راك لاصق، انت مع موريتانيا كلاسك، انت على المغرب انت مع موريتانيا لصقت، على سيراليون لصقت، مع غينيا الاستوائيه. توانسه روح شوفوا لي كومونت، شوفوا السعوديين موريتانيين مغاربه نيجيريين نيجيريا صينيين. الناس كيف انت لصقت مع موريتانيا؟ موريتانيا خرجوا الغناء، راهم يغنوا، ما كانوش يغنوا، راهم يغنوا علينا، يغنوا علينا. هاوي جاي موريتانيا سي محمد، مغرب انت في مباراة حاسمة ما ربحت. نسمع عمي حسين هنايا جاي يتكلم، هاوي انا نسمع انايا بقرة مجنونة ولا نسمع اعلامي عنصري؟ لا ما نسمعش، انا ما نسمعش. اسمع قال لك واش الصراع بالضبط؟ على بالك قبل لقاء بوركينا فاسو كانوا رايحين للتدريبات وكان عندهم وقت اللي يمشوا فيه، وكان الوقت محترم. جمل من الماضي ما هبطش من الغرفة تاعو وبقى في الغرفة تاعو واستناوه هم بعد اعضاء الطاقم قالوا للسائق الحافله امشي روح. مستحيل، خلينا نهضر سبحان الله، ضربني نهضر تقول لي مستحيل. الله يعطيكم حاجه، قلنا روحنا لعبنا ماتش اميكال كونت قاطر كونت ايران 2022 كونت ايران، فما قال لك الحافله دارت الشوفير غلط في الطريق. لا فما كان، لا سيد ليس كان في قطر، كان في داره بايت في داره وما جاش، جا شويه روطار. هذا مكان كي في قطر الشوفير يغلط في الطريق. هذه على بالنا بها هذه، وزيد هذه راهي صرات فاني. المنتخب الوطني البعض يقول لك شنو مالو عنده علاقه طيبه مع جمال بن ما عندوش علاقه. البارح ما كانش يهضر معاه في راح نسيليا وتربيت الورقه الحاكم الرابع باش ما داروش التحيه. انا عبد الله راح يبدو النجاح يا برج الدقيقه 65 انا اللي قلنا والبارح مشاو للمنتخب الوطني وحنا في الجزائر. نقول لك حاجه، انا المدرب تاع سي ار بي ولا المولوديه ولا ستيف وليد تاع يبلد انتقادات ما يصدقهاش الحق. لا اريد ان اسال سؤالا بعوده الى سنوات للوراء، صورة مختلفة لجمال بالماضي مع الجميع وأنه ضغط كبير عكس ما حدث مع كل المدربين السابقين. أي من ينتقدون حاليا في الفترة على الأقل الخمس سنوات لجمال بالماضي بما يسميه ضغط رهيب مع المدربين السابقين لا ليكانس ولا باستثناء رباح ماجر. وش ليكانس جبع من 80 من خلف محيدين ورواح؟ هل كانت هذه الصورة؟ كانت انتقادات، كانت كاينة حكيت، ولكن بعد كل دورة كان المدرب يمشي. كأس العالم كاش نجيبها لك من 82 ونجي بعد كأس العالم 82 المدرب مشى راح. كأس افريقيا للأمم 1984 احتلينا المرتبة الثالثة في أونغلو في كوت ديفوار في بواكي. كي جينا من كوت ديفوار خلف محيدين مشى راح. ايه المدربين، كان المدرب اللي يخسر كان يمشي ما يقعدش. هذه المدة طويلة، المدة طويلة طالت المدة. اليوم ربما هو في ذهنه عليه الضغط لانه خايف اللي يصرى له واش صرا في دوره الكاميرون. لو كان مدرب اخر ربما ما يديرش هذه الحسابات، يقول انا نحاول ندير احسن من المدرب اللي كان اقرب مني. هل في حاله الان في حاله منقسمه؟ البعض مع جمال بن ماضي يقول لك ان الرجل هذا 64 مباراه فاسي 41 مباراه وتعادل في 17 خسر فقط في 6 ما اهلكش لكاس العالم. ودي 6 ديروا بثلاثة بس افريقيا للدور الثاني. يقول لك لا يجب ان تكون بتلك الغضب والقساوة على هذا المدرب. طرف آخر يقول، خليني أطرح لك سؤال من شطرين، طرف آخر يقول لك لا، المدرب خرجنا إفلاس تكتيكي في دورة هذه وكان يجب أن نغير بشكل أفضل لأنه وفرنا كل الإمكانيات وبدون أي ضغط على الأقل في الفترة الأخيرة. مع أي طرف تسير أنت؟ شوف كابتن، أول شيء تكلمت عن الضغط على الشكام سموش هذه المرة ما سامحولوش كابتن، عاد سامحولوش كابتن، عاد أنا أقول هذا
نهاية الفيلم تاع بالماضي. نهاية هذه كرة القدم هذه دوك مولوديا يا كابتن مولوديا مولوديا ولا ستيف ولا جياسكا ولا وهران لمسيو تخسر تروا ماتش كارت ماتش يغير المدرب هذا منتخب بلادنا كابتن. طيب فيصل لماذا ليس لدينا ثقافة الاعتراف بالأشخاص مثلا انتهت مهامه مثل ما تقول نهاية الحلقة ونهاية الفيلم انتهى لم نحقق نتائج يلا السلام عليكم تكون بطريقة إيجابية ودية وتكريم مثلا يكون مثل البلدان الاخرى لماذا هذا الجدال؟ لا ما فيش جدال كابتن. عندي الشحاته جات ترواكم قالوا له وما كانش يدير له كابتن شوف اليوم هذا باغي يبلي لونترينير يديروا طابيروج والشعب قاعد يصفق عليه في الطياره في المطار والشعب قاعد الطياره رايحه وهو يدير لهم هكا يا الشحاته جاب ترواكم دافري كاسي معامل ما كانش يدير له ستاتي ولا قال له نحن معك لا ترحل لا منا ما كان غير هنا يا برك هنا مساكين هنا وجيبوا كابتن ليه تحبوا وانا نقول لك ولي حس حقه المساعدة رانا هنا مدرب عالمي ودرس ولكن عندما تجيب احنا رانا نتكلموا كذا كذا بلا الناس تتحدث على كثير من الأسباب يبدو بأننا الآن أمام ضغط شارع قوي جدا لا يقبل بأقل من أنصاف المدربين بين قوسين يعني الناس تتحدث وكثرت كثير من الأسماء أي مدرب أي بروفايل شوف حكيم قبل ما نلحق لك هذه النقطة بالذات تفضل عندي واحد ثلاث ملاحظات فقط تفضل أولا تحدثنا قبيل على لي بريم وقلنا بأن أنا قلت بأن ما كاش وثيقة لتثبت ومن بعد يعني أنتم ما جاتكم حاجة غريبة أنا نفكركم في حاجة نهار جدد بالماضي العقد رئيس الاتحادية جهيد زفزال وراي مازال مسجل قال بلي دومي فينال نهار اللي خرجوا السؤال وقالوا له قال لي فين العقد تاع بالماضي واش هي الاهداف قال لهم الوصول لنصف نهائي كاس العالم قال صح صح موجوده صح صح قال الوصول لنصف نهائي كاس العالم في نهايه المطاف واش تبين ان ما كان حتى اهداف في العقد واه انا كيقول لك لي بريم حذرهم هدروهم بالفم ما نكمل لك على العقد على الكلمه لا 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 البرد باش نشاد نجي معاه هل تشوف معه ولا تبهديله وصلت وانت مدرب جيبو ما تمدش مع الاوبجيكتيف هذا واش هذا يعني يقول لك انا لا فوت على لا فيدراسيون هذا واش ولماذا تحمل الاتحاديه السابقه ولا تحمل الاتحاديه الحاليه اخ ما تحمل الاتحاديه الحاليه شنو هو كان مع كوكل نحملوا هذه كيما حملنا عماره لا 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 كيما حملنا كوكل ولي صادي كونت الكاميرون كونت الكاميرون اقصاء كل كاس العالم يا ودي يطلع بالك يتوشي القمر ويعاود يولي يقول له روحه الشيطان في نهايه المطاف ما اجتزناش الدور الاول خلينا نجوزوها ثالثا كي نهضروا على الضغط ربح سعدان في 86 خرج من كاس العالم ترى بانه رانا انا حم امام حاله انقسام في الشارع الجزائري بين مؤيد ومعارض لماذا وصلنا الى هذه المرحله؟ وصلنا اللي اوصلونا لهذه المعارضه الحقيقه هما يجاوبونا اليوم اسكو عندك منتخب اليوم؟ ما عندناش اليوم اليوم انا نمشي مع الناس اللي راهم يطالبوا بالاقاله ما عندناش منتخب سبحان الله خسرت مع موريتانيا يا محمد زوج من مشاركات عندك ما درتش نتيجه واش تقولي تقولي ربحت 35 مقابله يبخر 135 مقابله اللي ربحتها صح انا قولي واش درت لي في كاس افريقيا دير التعادل مع موريتانيا تروح الدور الثاني ما قدرتش دير التعادل دير التعادل مع الكاميرون تروح لكاس العالم ما قدرتش دير التعادل انا عند بليس يا راجل اليوم اللي اليوم اللي يحب الجزائر يحب الجزائر واللي يحب الماضي يحب الماضي والله لا صح ناس هم يخموا على المدرب اكثر من الجزائر والله العظيم صراحه اليوم اللي يمشي مع بالماضي يمشي مع بالماضي بس يعني اللي حواليه ترى بأنه رانا على حق على السلام عليكم والله لا لا تبهديله وصايك تبهديله راهم باغيين قال لك لا وقف لا وكيفاه نخرجوا كاع دقيقة صمت نديروا دقيقة صمت لا اللي يجي رايح الوقت نحفظوا الوقت على الساعة العاشرة 2024 يوم 30 جونفي يعني نولوا على العشرة من العام العام نديروا دقيقة صمت وتضرب العصيرة دقيقة صمت باش يرضى هكا باش هكا شوية يا غديروا تربح يا 18 نقطة سي محمد 18 نقطة صمت منها 3 نقطات 3 دور زوج دورات بلا سبعة تاع الكاميرون تاع إيكابي بلا الكف تاع إيكابي هذيك يخليها الكف وحده هذيك
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله.